دية الأعور دية كاملة، وهو الذي لا يرى إلا بعين واحدة، لأن الأخرى وجودها كعدمها، فإذا فقدت عينه الصحيحة فإن له الدية كاملة. فإن اعتدى عليه شخص، الأولى إذا كان خطأ، الآن هنا عمد، اعتدى عليه بعمد ففقأ عينه الصحيحة وكانت اليمنى، فيقال لهذا المعتدي تفقأ عينك اليمنى وعليك مع ذلك نصف الدية، لأن هذه العين بمثابة العينين.